الو، السلام الو، عليكم السلام. صافا الحمد لله، انت صافا بخير؟ الله يبارك فيك. شكون معايا؟ فاتحة وجدة. شحال في عمرك الفاتحة؟ 19. لبنى، احلى لبنى، اهلا وسهلا. من باغا ديرها التيست؟ شطار يا لبنى. شهر، نتوما اصحاب شهر. شدوا بعدا البيرميت دوريجين. اوكي، شنو سميتو؟ شنو مدينة؟ شحال في عمرو؟ هو من الرباط نيت. رشيد من الرباط، 36 سنة. مشيتي فيها انت رشيد؟ اري لي النمرة ديالو. 06 07. اها هي اها خلاص اسكتي كاع شي موس العشي اللي ما دازوش البارح دازو اليوم. الو، السلام عليكم. الو، السلام عليكم. السي رشيد. الو سي رشيد، السلام عليكم. ماشي رشيد؟ لا، خليك معايا نتاكد عافاك من الرقم واخا. واش الصوت ديالو هذا؟ هو سميتو رشيد. اوكي. الو، السلام عليكم. اهلا وسهلا سي رشيد. هذا الله ودي صافا، لاباس عليك؟ لا ماشي رشيد اخويا، ماشي رشيد. انت في الرباط؟ لا لا، واخا اسمح لينا. انا اخويا عاود لي النمره سيدي. بلا تيب شويه. 07. اها 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 اختي، النمره هي هادي كيقول لك ماشي هو. شكيتي كذب عليك في السمية؟ اه. هكاك مشكلة. واخا يا ربي سكتي، الله ما يديرش لنا شي. الو، السلام عليكم. السلام. صباحا، ما بقيناش بغينا السمية. صافا لاباس عليك؟ كلشي على خير؟ نهار كبير هذيك، ما فيقناك من عازيك، ما اتصلنا بك بعدا في شي وقت ماشي هو هذاك. الله يطول لي عمرك. غادي ناخذ من وقت صغير، واحد دقيقة ولا جوج. أيوة. معك السي محمد السريري، مقدم برنامج خطوة قبل الزواج. أيوة. اتصلت بنا واحد الأنسة من مدينة الرباط، هي اللي عطاتنا الرقم ديالك وهاد المعلومات باش نتصلوا به. أوكي. أيوة. قالت لنا بلي أنت وياها في علاقة حب، وهي دابا راها معنا على المباشر كتسمع المكالمة، بغات تهضر معك، بغات دير لك واحد السيربريز، وفي نفس الوقت عندها شي هضرة في حقك بغات تقولها لك من خلال البرنامج ديالنا أستاذ. لا أخويا ما كنعرفش. داير شي علاقة حب في حياتك ولا سيليباتير؟ مزوج اخويا. مزوج؟ اه. هاد واقيلا راه الزوجة ديالك هي اللي تكون اتصلت بينا. ايوا ما نعرف، من الرباط ماشي الرباط. شنو مدينة؟ واش مزوجة انا؟ اه. وهذا هو بغيت نعرف هاد انا غندوزها، كان غندوزها لك هي راه دابا معانا كتسمع، راه واقيلا هي، واقيلا راه الزوجة ديالك. دابا غير خصك تعرف بلي المكالمة سرية، ما كاين حتى شي حاجة، غير هضر وخذ راحتك. اهي شنو فيها؟ شنو مدينة؟ الو. اه فين مزوج زعما؟ رشيد يا خويا. اه احلى الناس في بلاصتين جداد، قول مي ما جار في ارفود الريصاني. بودنيب. ما بودنيب، احلى الناس الله يعمرها دار. ومزوجني تما؟ اييه. ومستقرني تما؟ اه. ايوا راه الزوجه ديالك اللي متصله بك، ديني عندكم شي وليدات بعدا ولا والو؟ لا لا مازال. ايوا الله يعطيكم الذريه الصالحه. امين اخويا رشيد. انا غادي ندوزها لك. هضري مع الزوجة ديالو الصالحة. يجري الآلات تسجيل. اش من تسجيل؟ أنت اللي كتسجل؟ خلعتيني. تسجيل المكالمة الآن. ماشي مشكل، غير ما تسجليش، سجل غير الزوجة ديالك. ما عرفتش يا والله يوفقك، وين
ما يحشم. شكون سميه قولي سميه؟ ايوا شوف مرا شكون هذه اللي كتبتي عليها؟ ما كنت شرط الصوت مزيان كنت سمعني؟ وليه السمية؟ هل كنت كتب على الناس؟ وليه السمية؟ ما كنت سمع السمية؟ راح معك فتيحة كنت كتب على الناس وطلعها زوج حيث من الفوق يا كل كتاب والمدينة وكل الشيء. يا هذا مالك تقول يا الله طغي مالك فاكس ما رجي شي واحد داك 1% ولا 0% إلى واحد اللي كي يقول لي ياك دير العباد الله نضحك سيدي طالع عنده ولا وجه باش يواجهك عطيها السميه والمدينه والعمر كلشي فات التليفون كيقول لي انا جبار من وخدام في الرباط ولا ولد المحلى والمشكله انا يا خويا كيجيني يهضر معايا كيهضر معايا بالنهار بسم الله الو السلام عليكم مزيان فاتحه هاكي هضري دابا هضري هاكي يسمعك دابا انا بنوشتا انا فتيحه اللي كتهضر معها هو بعض الشهر اللي كتهضر معها وعندها الجوال وكتقول لها انا جارمي وعندي 36 سنه وسميتي رشيد وكنسكن في الرباط هادشي كامل في مقر ردو شحال تما كدوز الخربج زعما ما عرفناش هادشي بصح ولا كت لا خليك معنا السي رشيد السي المجهول السي المجهول شوف راهي باقي كتفلع على بنات الناس راه الزوجة ديالك غادي يوصل لي هذا الشيء ها انت اسمع يجري الان تسجيل هذه المكالمة قطع دد لي سنة ديك ديال تسجيل المكالمة كاينه في هذا العش في المعرض السماركة هذا كاع كتكليكي على هذا اللعيبة هذا سكتي 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 نشوف يجري الآن تسجيل هذه المكالمة سبعة ثواني لقد انتهى تسجيل المكالمة الآن ربنا ناري نحصلها كاتب عليك في السفر وانتوما راه تنتي شي بنات راه مكلخ هضره كيستاهلوا التفليه واش شي واحد يهضر معاك يهضر معاك الوقت اللي بغا ها اويا قامي يغني يا وضحك ليا نيا تنتي كل قال شي واحد نيا كون قديتي بابا سبعه والو هذا طافي التليفون اختي زعما بارك الله فيك المهم ما تبقايش تيقي واش انا نبقى دايم ليكم انا ها اش انا غادي نبقى دايم ليكم دابا لا حول ولا قوة الا بالله اش راك يخلع قلت لي راه ما يبقاش فيك الحال تكبري وتنساي يلا جري على باباك جري لا والله يا نخطاكم انا مشيت فيها تبقاو تقولوا غتبقاو غير تقولوا اعمل نفسك ميت ولكن المشكله دابا هو غير سمعك قلت لي غادي نقول انا نقول انا مرتك هو يدير فرت ويقطع واو استراسكم طولنا كاع في هذا اللايف وطولنا حتى في اللايف ديال الفيسبوك نورمال هاد الوقيته كنكونوا في اليوم ولكن ماشي مشكل داز لايف اليوم هو على فيسبوك ولايف زوين في انستغرام وحتى في اليوم غادي يدوز لايف زوين
كل شيء تاع قبل الاخبار الابليكاسيون ديالي هنا ونكملوا البث ديالنا تما. اوكي اللي ماستاي الابليكاسيون ديجا فتحت لايف والناس اللي ما عمرهم حضروا اللايف ديالي هنا كل شيء دوزوا عندنا الابليكاسيون ديالي هنا اللي هي هذه. الناس اللي عندهم سامسونج غادي تمشيو غتمشيو للبلاي ستور والناس اللي عندهم ايفون غتمشيو للاب ستور. غادي تجيو لهاد البلاصه ديال الريسيرش غتكتبوا هاد ست الحروف AYONOW هادي هي الابليكاسيون اللي كندير فيها اللايف. اون فوا غادي تدخلوا غادي تجيو للريسيرش ديريكت هنا غتكتبوا غير ربعه الحروف الاولى من السميه ديالي SEMO وغادي تلقاوني ديجا راني لايف تما صاي. انا راه فاتح اللايف. هلا يلا كلشي التحق بين الخوت الابليكاسيون ديالي هنا واللي ما غاديش يعقل عليها يحاول يدير غير سكرين هاد الابليكاسيون الخضراء ديروا سكرين هاد الاب ديروا لها سكرين وجيو كتبوا في الريسيرش غير ربعه الحروف لو السميه ديالي غادي تلقاوني لايف تما صاي. يلا كلشي التحق بين الابليكاسيون ديالي هنا واللي ما غيعقلش عليها يحاول يدير سكرين من هنا ولا جيو ديروا لها سكرين من هنا هاد الابليكاسيون الخضراء وغادخلوا ديروا السي محمد السريري على لايف. يلا ما تعطلوش الخوت انا كنتسناكم تما. موحد عليكم احبكم في الله.